يلا مجهزين؟ مش قوي استرها على احسن مع بعض. مش عايز حاسه كده. هو يا جماعه السؤال ده هتعذبنا بس نفكر فيها. طيب فكرت تهرب من البيت قبل كده؟ فكرنا في ايه؟ تهرب من البيت قبل كده؟ او هربت قبل كده من البيت؟ ما هو يعني انا ممكن ارد عليك. انا نعم ونعم ونعم كده. لا انا لا لا انا اقول لكم بقى يا جماعه وانتوا صغيرين مش شرط. ايوه انا لا 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 ده وانا كبيره وكاي ام مصريه اصيله هسيب لكم هسيب لكم البيت وامشي طبعا. وانا كاب مصري ومطلعين عيني انا هاخد بعدي وهمشي وبهرب بس بهرب. لا بس ما بطلعش والله يا جماعه. اكتر مكان هربت فيه كنت انزل تحت الجراج، لا اقعد في العربيه تحت اتكلم في التليفون مكالمه اقوم راجع تاني على البيت. اه طبعا طبعا هي دي ده الهروب اللي انا عملته بس هروب سريع. انت كده خايف من البيت؟ خايف تقول الحقيقه.